ضوابط إنتاج المكملات الغذائية. الصيغة القانونية للمكمل الغذائي. معايير إنتاج المكمل الغذائي. المكمل الغذائي بين الملكية الصناعية والتجارية. هو يوم دراسي حول المكملات الغذائية. أن المنتوج خضع لعمليات رقابة قبل وضعها رغم الاستهلاك. عنوان اليوم الدراسي هو تنظيم المكملات الغذائية، إنتاج، تسويق واستهلاك. C'est la réglementation des compléments alimentaires, production, commercialisation et consommation. هذا الموضوع تناولوه العلميين، يعني من أطباء وصيادلة وغيرها. لكن من الجانب القانوني نظن حسب علمي، يعني إذا ما خطأ أول مرة نتناوله، لأنه بالنسبة لنا لاحظنا كفرقة بحث أنه هذا الموضوع يحتاج إلى تنظيم قانوني نظرا لأهميته وتفاقم ظاهرة استهلاك المكملات الغذائية في المجتمع الجزائري. بجانب هذا لاحظ أنه من ناحية الإنتاج قسنطينة تعتبر قطب للصناعات الصيدلانية، توجد لدينا مخابر وغيرها. دونك الإنتاج هذا لابد يكون إنتاج وفقا لإطار قانوني معين، تكون منافسة نزيهة، يكون المنتوج وفقا لمعايير معينة. حقا هو موضوع جد مهم يندرج من بين المواضيع التي تسعى إلى تحقيق الأمن الصحي للمستهلك في بلادنا. طبيعة الحال احنا اليوم الإشكالية تدور حول الطبيعة القانونية لهذا المكمل، هل يعتبر مادة غذائية وبالتالي ينطبق عليه القوانين متعلقة بحماية المستهلك فيما يخص المواد الغذائية، أم أنه يعتبر دواء وبالتالي يخضع إلى قانون الصحة؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا إشكال يتعلق بضوابط إنتاج هذه المكملات الغذائية، لأنه إذا تعلق الأمر بمنتوج عبارة عن أدوية وبالتالي لابد من الخضوع إلى قانون الصحة، لابد من الخضوع إلى معايير إنتاج محددة مسبقا.